نسمع وايد عن وجع ضرس العقل وأيضاً الأشياء الصحية المصاحبة له، ودائماً نسأل أنفسنا بشاير ونتساءل ليش سمي بضرس العقل. أنت عارفة أن أنا أمي إذا حد من إخواني رح يخلع ضرس العقل تبكي، ما أدري شو من الألم. شو المميز؟ تقول لك دائماً ضرس العقل من الأسنان القوية المهمة، ويا خسارة إذا راح. والمصيبة أن في بعض الناس تربط ضرس العقل بالتفكير والعقل، وإحنا ما نعرف، إحنا مع الخيل يا شقرة، هل هذا هو الكلام صحيح ولا هذا الكلام مغلوط؟ ولكن أعلم تماماً أن ضرس العقل له أهمية، ولكن أهل الخبرة هم اللي راح يجيبونا على كل هذه الأسئلة. لذلك رحبوا معنا عبر تطبيق زوم ضيفتنا الدكتورة يارا أحمد، أخصائية تجميل الأسنان. صباح الخير دكتورة. صباح الله بالخير دكتورة يارا. صباح النور. صباح الورد. صباح الخير. ازيكم دكتورة؟ بداية، هل صحيح ضرس العقل له علاقة بالعقل أصلاً والتفكير، ولا هذا كلام مغلوط تداولوه الأجداد؟ لا، للأسف هو ضرس العقل ما لهوش أي علاقة بالعقل أو التفكير. نعم. ضرس العقل هو علشان بيظهر أو بينمو في فترة يعني متأخرة شوية عن بقية الأسنان، فبيقولوا عليه ضرس العقل لأنه بيظهر في فترة الرشد أو النضج، فبيقولوا عليه أنه هو ضرس العقل. بس هو التسمية جاية كترجمة من الاسم اللاتيني دنس بانسيا، يعني لما يقولوا أنه طلع ضرس العقل يقولوا الحمد لله رح تعقل. لا، ما لوش أي علاقة. صحيح، مش مربوطين ببعض. تمام دكتورة يارا، شو هي يعني المرحلة العمرية اللي يبدأ ضرس العقل فيها بالنمو؟ شو هي الأرقام أو شو هي المراحل العمرية؟ هو ضرس طبعاً بيختلف من شخص لشخص، بس الفترة اللي ضرس العقل بتبقى من 16 سنة ل 25 سنة، عشان كده الفترة دي بتبقى فترة الرشد، أو إن احنا بنقول على البني آدم إن هو خلاص بقى ناضج. ده برضو سبب إن هو بيتقال عليه درس الحكمة wisdom tooth، لكن ملوش أي علاقة زي ما قلت قبل كده لا بالرشد ولا بالنطق ولا بالتفكير. ليش الناس بتزعل دكتورة لما تشيل ضرس العقل؟ شو السر وراء هالموضوع؟ بصي، هو ممكن يبقى يعني هو جزء من جسم الإنسان. هو مش حاجة accessory، يعني مش اكسسوار. فلو البني آدم طبعاً بيزعل لو في أي حاجة من جسمه تأثرت، أو إن هو جال حصل له أي مشكلة، ده بيخلي بني آدم يتضايق طبعاً. فعلاً. يعني دكتورة يارا، شو هي الأعراض أو المؤشرات اللي كأشخاص نبدأ نحس فيها ونعرف إن ضرس العقل بدأ يظهر أو بدأ ينمو؟ لما ضرس العقل بيبتدي ينمو، الشخص بيحس ممكن يوصل إن هو إحمرار في مكان نمو ضرس العقل، بيحس بحكة بسيطة، بضغط في المكان، لو في التهاب أو الضرس بينمو بطريقة مش صحيحة ممكن يعمل شعور بالتعب، بالحمى في بعض الأحيان، ممكن يحصل تورم للمكان، نزيف، صداع، طعم أو رائحة في الفم مش كريهة، مش محبوبة. كل دي أعراض نمو ضرس العقل. وطبعاً كل ضرس بيبقى له حالته، هو طالع بطريقة سليمة ولا لأ، بيسبب مشاكل ولا لأ، فهو ده اللي بيختلف من شخص لشخص. في أشخاص مش بتحس أصلاً ضرس العقل طلع لها، وفي أشخاص بيسبب لها مشاكل كبيرة وهو بيطلع. سبحان الله، إحنا بنحس وبنحيا وبنموت مع ضرس العقل. دكتورة، هل يساعد ضرس العقل كما يشاع أنه يسهل عملية المضغ ويساعد في عملية مضغ الطعام ولا لا؟ والله هو المبدأ دوت كان طالع على الإنسان البدائي زمان، كان فك الإنسان أكبر وكان طعامه بيأكل أوراق الشجر وحاجات مش مطهوة جيداً، مش مطهوة أصلاً، فكان طبعاً محتاج الضروس تبقى قوية ومحتاج الفك يستوعب الأكل اللي هو بيأكله. لكن دلوقتي ضرس العقل ملوش نفس الأهمية. طالما بقية الأسنان بتقوم بالعملية المضغ بطريقة سليمة،
وضرس العقل عامل مشكلة، فلو شلنا ضرس العقل عملية النضج مش بتتأثر تماما. نعم. طالما بقية الأسنان في وضع وصحة سليمة. فعلا يعني دكتورة يارا، في ناس من كثرة الألم بتروح على طول تتوجه لطبيب أو طبيبة الأسنان وتطلب أنها تخلع الضرس، لكن متى فعلا يتوجب علينا خلع ضرس العقل؟ ضرس العقل احنا مش بنشيله بطريقه وقائيه، يعني مش بنشيله علشان هيعمل مشكله. لا، ضرس العقل لازم يكون فعلا عامل فيه مشكله علشان نقدر نشيله. المشاكل اللي ممكن يعملها ضرس العقل ممكن يعمل التهاب في اللثه، فاللثه بتورم، بيحصل نزيف، ممكن الالتهاب يوصل للعظم اللي تحت الضرس ويعمل تكيسات في العظم اللي بيأثر في عظم الفك نفسه، وممكن يأثر على عضلة المضغ اللي حوالين الفك، وده بيسبب صعوبة في فتح الفم وتناول الطعام وتنظيف الأسنان. فطبعا ده بتبقى مشكلة كبيرة ولازم نخلع ضرس العقل، لأن هو اللي بيبقى مسبب المشاكل دي. تاني مشكلة ضرس العقل ممكن يعملها إن هو بينمو بطريقة غير صحيحة، يعني بدل ما ينمو في الطريق الصح اللي هو واقف بطريقة مستقيمة، بينمو بطريقة عرضية، فبيأثر على الأسنان المجاورة وبيعرضها للخطر وبيعرضها للتسوس، لأن المكان دوت صعب جدا إن مش كل الأشخاص بيعرفوا يوصلوا له وينظفوه بطريقة صحيحة. نعم دكتورة، هل هناك أشخاص ما يطلع لهم ضرس العقل ولا يتكبدون عناء خلعه؟ في ناس محظوظة مش بيطلع لهم ضرس العقل ومش بيعملوا شيء. هو حقيقة في مجتمعات كاملة في جيناتهم ما فيش مش موجود ضرس العقل، فبتبقى المجتمع زي في مكان في استراليا الأشخاص هناك مش بيطلع لهم ضرس عقل، فهو بيبقى طبعا بيختلف من شخص لآخر على حجم فكه، على حجم أسنانه، وضع الأسنان، كل ده بيأثر هل ضرس العقل هيعمل مشاكل ولا هيطلع ويبقى طيب ما يعملش أي مشاكل. فعلا يعني دكتورة يارا، ذكرتي في الإجابة السابقة أن في بعض الحالات لا يتوجب علينا أن احنا نخلع ضرس العقل ونتوجه لطبيب أو طبيبة الأسنان، إذا خليناه وما تم التوجه للمختصين شو المشاكل الصحية اللي ممكن يسببها هذا الألم؟ لو ضرس العقل عامل مشاكل واحنا سبناه برضو ما خلعناهوش، المشاكل بتتفاقم اكتر، يعني بيبقى في الالتهاب بيوصل للاماكن اخطر واخطر، يعني في الجزء العلوي لو في التهاب في ضرس العقل بيبتدي يوصل لمنطقه العين، بيأثر ان الخراج اللي بيطلع ممكن يبقى مزمن ويأثر على الاعصاب اللي حوالين العين. لو في الجزء السفلي بيأثر برضو الالتهاب بينزل على الغدة الليمفاوية أو الجزء بتاع التنفس الريسبيراتوري سيستم. فلو الضرس العقل عامل مشاكل يستحسن ان احنا نخلعه، وخلعه مش صعب، حتى لو جراحي مش صعب، بيتم في يوم واحد، مش محتاج حجز في المستشفى ومش محتاج بنج كلي، هي عملية بسيطة وبنشيل المشكلة والمريض بيقدر يعيش حياته عادي جدا تاني يوم. طيب دكتورة، هل ممكن إذا مثلا كان في ضرس العقل تسوس مثلا بسيط لا يستدعي إزالة هذا الضرس، ممكن أن نرمم ونصلح ونعدل ونخليه مثلا فترة أطول شوية؟ طبعا، زي ما ذكرت قبل كده لو ضرس العقل طالع بطريقه سليمه في الفم مش عامل اي مشاكل، وفي بس تسوس زيه زي بقيه الاسنان العاديه بنعالجه كان زيه زي بقيه الاسنان، بنشيل التسوس ونحط حشو وما فيش اي مشاكل بتحصل، بل بالعكس احنا ممكن بنعوض لو السن اللي امام ضرس العقل فيه مشكله كبيره او في تسوس بدرجه كبيره ان احنا مش هنقدر خلاص نستخدم السن ده ولازم نخلعه، بنعمل تقويم ونعوض مكان الفراغ بضرس العقل السليم. لو ضرس العقل سليم فعلا فساعتها بنزقه لمكان ضرس العقل الضرس الثاني اللي احنا خلعناه. جميل. صح. يعني دكتورة يارا، شو هي المسكنات اللي تنصحون فيها الأشخاص اللي يعانون من آلام ضرس العقل قبل أو بعد خلعه؟
بس هي طبعا الأدوية بتختلف من شخص لشخص، هل الشخص ده بيعاني من أي أمراض تانية، عنده حساسية لأي دواء، في أي تجارب قبل كده إن الدواء ده عمل له مشكلة سواء في المعدة أو سواء في الجهاز التنفسي أو في أي حاجة. فالأدوية بتختلف من شخص لشخص، ما فيش دواء أقدر أوصفه لكل الناس، فبتختلف طبعا. دكتورة يعني صراحة أنا مش عارفة شو أقولك، بس والله صعب ضرس العقل في الحياة. يعني أنا كنت دائما لما أروح أشيل وأسوي الجراحة أقول يا أخي شو الإفادة منه هذا الضرس، أنا شو قدم لي ولا أخر لي في حياتي؟ وأتوقع كثير من الناس تسأل الله. نفس السؤال، شو اللي الإفادة اللي ممكن تسبب، خصوصا اللي بيعمل لهم مشاكل كتير وبيؤرقهم في حياتهم، لان مشاكل ضرس العقل ممكن حياه البني ادم توقف تماما عشان مشاكل ضرس العقل. لو مش قادر يفتح بقه ولا يتكلم ولا ياكل، ولا مش بيقدر يعيش حياته طبيعيه اصلا، ولا بيروح شغله، ولا بيعرف يتعامل مع الناس. فهي فعلا لو ضرس العقل عامل مشكله بتبقى مشكله كبيره وبتؤرق البني ادم في حياته. اكيد مليون بالميه. دكتوره سعيدين جدا بلقائنا معك في هذا الصباح. أنا دكتوره أسعد. يارا احمد اخصائيه تجميل اسنان، شكرا جزيلا. شكرا. يعطيك العافية. يومك سعيد.